النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات يبدو أنها كانت صادمة وخارج توقعات المراقبين، ففي الحلة وبحسب ما أعلن من نتائج أولية حتى الآن فإنها قد تطيح بوجوه معروفة وتثبت حضورا واسعا في الحلبة السياسية، أو قد تجعل حظوظ بقائهم فيها ضعيفة جدا، ويتداول المواطنون ومواقع التواصل الاجتماعي والمراقبون أسماء مثل النواب علي العلاق وحنان الفتلاوي وسالم المسلماوي وهيثم الجبوري ورزاق الحيدري وصادق المحنة وصبح المالكي وعلي شريف المالكي ومحمد المسعودي. أما محافظ بابل فهو في قائمة الانتظار كما أكدت لنا مصادر خاصة. ائتلاف فتح الذي حصل على 122,718 صوت، أما ائتلاف سائرون فقد حصل على المرتبة الثانية بنسب تصويت وصلت إلى 114,179 صوت، أما ائتلاف النصر فقد حصل على 83,528 صوت، وتيار الحكمة حصل على 71,635 صوت، أما ائتلاف دولة القانون فقد حصل على 56,649. ردود أفعال المواطنين وتفسيراتهم لهذه النتائج تنوعت، فمنهم من يرى أن هذه النتيجة حتمية لسياسات متعثرة استمرت طيلة الأعوام الماضية، وآخر وصف ما جرى بأنه انتقام الشعب من هذه الوجوه. هواي من الرموز اللي كانت ما متوقع أنه تنزل من الساحة نزلت وخارج توقعات. مستوى البلد إلى حد أنه المواطن قام يكره أسمائهم ويكره شكلهم، وأنا أتصور هاي الانتخابات هي قتلتهم إلهم دول الفاسدين. ويرى ناشطون في الحراك المدني أن رئيس الوزراء القادم ملزم بفتح جميع ملفات الفساد وملاحقة الحيتان التي استنزفت أموال العراق وتاجرت باسم الطائفية، محذرين من محاولة الالتفاف على القانون وإعادتهم بعناوين جديدة. نعرف هاي الأسماء التي فشلت الآن ويجب ملاحقتها قانونيا وشعبيا وجماهيريا وحتى شرعيا من أجل وقوفهم وراء قضبان العدالة، وبالتالي أن يعيدوا الأموال التي سرقوها إلى خزان الدولة. وبما أن التعثر والفساد رافق المشهد السياسي في العراق، فإن هذه النتائج متوقعة برأي أكاديميين، وأن هذه القسوة التي مارسها الناخب العراقي تؤكد أن الشعب فهم الدرس جيدا رغم انخفاض معدلات التصويت. هذا الحقيقة العزل وهذه العقوبة القاسية التي تلقاها هؤلاء وغيرهم كثيرا في بغداد وباقي المحافظات يعني بوصلة راقية ورائعة وتبشر بخير عميم. معطيات جديدة أفرزتها نتائج الانتخابات العراقية بعد أن أطاحت بأحزاب ورؤوس كبيرة هيمنت على المشهد السياسي طيلة السنوات الماضية، وهي بذلك تؤكد أن لا ثوابت في السياسة. من مدينة الحلة ميثم الشباني، الحرة.